البارح ثلاث ما صورت لكم حتى شي حاجه صراحه، حيت المهم ما كنتش مزيانه بزاف. مشينا در درنا التست ديال كورونا، لا انا لا بنتي، ولكن الحمد لله خرج نيجاتيف، دونك ماشي كورونا، يقدر يكون غير البرد غير ولا نقدروا نكونوا برينا منها، حيت ما انا مراجلي بوزيتيف، دونك كنظن اننا حتى حنايا غادي نكونوا كنا بوزيتيف وبرينا وكلاعج. المهم ما تفهموا والو في هاد الكورونا. المهم الحمد لله، داكشي علاش انايا اليوم غادا بنتي لاكريش، غادي نديها نحطها، حيت هنا المهم هنا كاع لي كريش واقيله، اي نهار ما ديتيهاش فيه راكي كتخلصيه، الا ما كانش كاش عندك شي موتيف هكا شي سبب. دونك غادي 8:25 الصباح فاش فقت خديت الماء، صراحه ما كفانيش الوقت باش نشرب الكافي ديالي، فيو كو مع 9:30 خاصني ندي الطوموبيل عندي فيزيت كون تكنيك، ولا ما عرفتش تيقولوا لها كونترول تكنيك. اي واو صافي عندي في بروكسل، دونك من تما غادي ندوز نفطر مع ماما، نشارك معاكم ونفطر نخرج هكا نضرب شي دويره خفيفه تما في بروكسل. صراحه المشكل علاش ما كنهبطش بزاف في بروكسل هو انا اصلا كنت ساكنه في بروكسل، ولكن الصراحه كنت هبطي ليها سورتو بالطوموبيل، وكتبقاي واحله في الترافيك وفين تحطي الطوموبيل وباركينغ هنا وباركينغ اذا كندير بالناقص، وانا اصلا ما بقاش عندي مع البلايص اللي عامره بزاف وفيها الناس بزاف. ايوا حنا غاديين حتى هنا، راه صباح الترافيك نيت، انتما غادي 8 صباح الترافيك ما عادوش غادي. المهم جيسبيغ ما نتعطلش، عندي رونديفو مع 9:30، كان على بالي عندي مع 12، فجيت نقلب الميساج بالله قلبت وانا نبقى مع 9:30، كنت دايره بالي غادي نخرج نمشي نتمشى وعاد نرجع ناخذ الكافي ديالي ونجمع الدار. ما عرفتش واش نتوما الدار واخا ضليت جمعي فيها ديما كتصبح مرونه، ولكن كنظن ان عادي سورتو مع الوليدات، يعني ما يمكنش داكشي غيبقى مجموع، راك انت كتجمعي وهي كتخرج، انت كتجمعي وهي كتجبد. المهم خليكم معايا ان شاء الله نشارك معكم النهار ديالي اليوم. دونك حطيت بنتي في لاكريش ومشيت نيشان ندير لها لا فيزيت، ومع جوي هذيك 10:30 تقريبا ساليت، دزت عند ماما فطرت عندها واخا ما صورتش ليكم الصراحه، تلينا بالهضره ونسيت. ومن بعد خرجنا جينا الكارتيه بغابو، درنا دوره خفيفه هكا، كان الجو الصراحه زوين واخا كنا الريح بزاف، ودايغ ديك الساعه فاش كنا تما طاح واحد الطرف ديال من الحجر من واحد الدار عرفتي، والله يحفظه صافي، كنا دايزين من تما قريب. دخلت لهذا المحل هذا اللي كاين في كارتي بغابو، الصراحه عنده شيلان بزاف، عنده لو شوا كثير وكيعجبني، وحتى الاثمنه المهم مناسبه، كتلقاو من 6 اورو للفوق، ولا كاليتي على حسب نتوما واشنو كيعجبكم، وعندو جميع الالوان، المهم عندو بزاف ديال لو شوا تيعجبني بزاف الصراحه. وكيف ما كتشوفوا بالنسبه للناس اللي ما تيعيشوش في بروكسل، راه هنايا تجيو بحال كتهبطوا المغرب ضربوا دوره وكترجعوا في حالكم لبلجيكا. المهم انا كنت ديجا في العشيه، دونك مشيت جبت بنتي من لاكريش ودزت عند جزار، خديت من عنده شويه ديال الكبده، صراحه كنت مشهيه من شحال هادي، هنا انا في لوفان دونك ما بقيتش في بروكسل، وتقديت داكشي اللي كان خصني ومشيت نيشان للدار وباش نوجد هكا شي حاجه. كانت هنايا راكم كتشوفوا كانت الخمسه قال قسمين، دونك كان باقي الحال، وصراحه فاش دخلت للدار كنت مرونه بزاف وما صورتش لكم العشيه حتى الجو هذيك 7:30، عاد نط كنوجد الوجبه الثانيه، درت كي قلت لكم شويه ديال الكبده ودرت معها غير شويه ديال الخيار، ما كانش عندي بزاف لونفي باش نوض ونطيب ونصور هكا. ودايغ حتى لفت ان ما بقاش عندي تريبيي، يعني تيعكسني حيت ما كنلقاش كيفاش نصور لكم مزيان.
دونك خفيفه ظريفه كانت هذه هي الوجبه ديالي. صراحه بالنسبه لاليمونطاسيون لو كارب البنات راه ما غاديش تحيروا فيها، حيت راه اون فوا كتعرفوا اشنو ممكن لكم تاكلوا اشنو ما يمكنش لكم تاكلوا كتولي تجيكم سهله بزاف. سيروا ديما بداو بالبروتين، يعني اش من نوع لحوم او حوت او طون او فرماج، وكديروا معاه واحد الخضره. بيان سور كتحاولوا تجنبوا ما امكن اي كل ما هو خبز، كل ما هو رز، نعم نعم نعم. هنا كانت بنتي كتعسى حتى هي، دونك لست حداها. كيف قلت لكم راني باقا ما كنتش مزيانه بزاف، دونك خديت راحتي وصافي. كان هذا هو الفيديو، كنشكركم بزاف انكم كتفرجوا فيا. ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب، وان شاء الله الفيديو الجاي. باي باي.